أهلا بكم مشاهدينا إلى هذا الموعد الإخباري ونستهله بالعناوين. الهيكلة والأولويات في صدارة جدول المشاورات بشأن حكومة الوحدة الوطنية في يومها الثالث. مشهد بيئي في عدد الجهات يعمق معاناة الأهالي ويهدد بانتشار الأوبئة. تظاهرة أيام الواحة ملحمة هوى الأوطان، عرض عكس تجذر الزارات في عمق تاريخها. نستهل النشرة بآخر المستجدات على المستوى السياسي، حيث كشف رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد في تصريح إعلامي اليوم بقصر الضيافة بقرطاج أنه عقب سلسلة المشاورات التي شملت عددا من الأحزاب والمنظمات اليومين الماضيين تجري حاليا بلورة بعض المقترحات بشأن حكومة الوحدة الوطنية للخروج بتصور واضح حول هيكلة الحكومة بفريق متكامل يحقق النجاعة المطلوبة لمواجهة مختلف التحديات التي تواجهها البلاد. وأوضح أن مختلف أحزاب المعارضة المشاركة في المشاورات التي التقى ممثليها لم تحدد بعد مواقفها النهائية بخصوص المشاركة في الحكومة وبخصوص إمكانية حفاظه على وزراء من حكومة الحبيب الصيد. أكد يوسف الشاهد في ختام تصريحه للإعلاميين أنه قد يتم الإبقاء على عدد من الوزراء الحاليين مثلما يمكن عدم الإبقاء على أي منهم. نشتغل على هيكلة الحكومة، أنه من عليها يلزم تكون هيكلة فيها نجاعة وتكون فيها العمل الحكومي يكون حقيقة يكون فريق وفريق متكامل. فمهم جدا أنه معناها الهيكلة تكون مدروسة بطريقة واضحة، تكون مدروسة معناها انطلاقا من التجربة اللي عشناها ومن تجارب سابقة عاشتها الدولة التونسية. ثم بعض المقترحات في مستوى الهيكلة قامت بها بعض الأحزاب، واليوم قاعدين نبلوروا في هذه المقترحات باش نخرجوا بتصور واضح للهيكله، ويلزم الحكومه تنطلق منذ الايام الاولى في العمل نتاعها وتعطي معناها تتجاوب مع متطلبات المواطنين، ثم في مرحله ثانيه تجي مساله الاسماء المناسبه، وناكد انه ماشيين في مساله معناها حكومه سياسيه وحكومه كفاءات وطنيه دون محاصصه كما هذا التزمنا به في وثيقه كرتاج. التشبيب ومكانه المراه مره اخرى، احنا منفتحين على كل الاحزاب دون اقصاء وكل المنظمات، ومعناها ينجموا يكونوا ما يهمناش كما قلت، المهم انا الكفاءه تكون في المنصب هذاك هو، ومعناها تكون بلون سياسي او دون لون سياسي تكون احسن منصب يمكن يخدم البلاد التونسيه. الوضع الأمني في البلاد كان محور اللقاء الذي جمع صباح اليوم رئيس الحكومة تصريف الأعمال لحبيب الصيد في قصر الحكومة بالقصبة بوزير الداخلية الهادي المجدوب، الذي أحاط رئيس الحكومة علما بمدى جاهزية مختلف الأسلاك الأمنية لتأمين الحدود والموسم السياحي، إضافة إلى نتائج زيارته مؤخرا إلى ولاية جندوبة، حيث تفقد رفقة وزير الدفاع القوات المشتركة بين مختلف الوحدات الأمنية والعسكرية التي شاركت في عملية جبل بورباح، والتي كانت مناسبة للوقوف على مدى جاهزية الوحدات العملياتية ونشاطها في مجالي التصدي للإرهاب وتأمين الحدود. وأبرز وزير الداخلية أن رئيس الحكومة دعا في هذا الإطار إلى مزيد اليقظة والحذر خلال هذه الفترة، وإلى الرفع من درجة التأهب احتمالا لأي طارئ على مستوى تأمين مختلف المواسم الصيفية وعلى مستوى حدود البلاد. نبقى في المجال الأمني، وثلاثون سيارة تهريب تم تصدي لها صباح اليوم ببنجردان، وتحديدا على مستوى سيد علي المثناني من قبل الوحدة العسكرية المنتشرة بالمنطقة العسكرية العازلة. وأوضحت وزارة الدفاع في بلاغ لها أن هذه السيارات كانت قادمة من ليبيا، وقد تم إطلاق النار على السيارات التي تجاوزت رسم الحد لرفضها الامتثال لتعليمات التوقف، ما أسفر عن احتراق سيارتين بالكامل كانتا محملتين بالمحروقات والقبض على سائقيهما اللذين صرحا بأنهما ليبيا الجنسية ولم تكن لديهما وثائق هوية، فيما رجعت بقية السيارات إلى التراب الليبي حسب البلاغ ذاته. وأفادت وزارة الداخلية بأن أعوان منطقة الأمن الوطني بقفصة قد تمكنوا أمس من ضبط مبلغ مالي قيمته 10,000 أورو من العملة المزيفة لدى شخصين تم إيقافهما. وأوضحت الداخلية في بلاغ لها اليوم أنه تم حجز المبلغ المالي والاحتفاظ بالمضمون فيهما لإحالتهما على القضاء.
وتمكنت فرقة الحراسة والتفتيشات الديوانية بجابس من حجز كميات من السجائر والتبغ المهرب بقيمة تقدر ب 300,000 دينار، كانت مخفية بإحكام داخل شاحنة معدة للغرض. عندنا دورية متمركزة على الطريق الوطنية في مستوى كتانة ولاية جابس، تمكنت الدورية هذه من كشف العملية هذه، عملية تبغ اللي نقوله معسل ومجموعة من السجائر كانت مخفية بإحكام داخل صناديق من اللوح وعدت خصيصا لهذا الغرض على متن شاحنة قادمة من الجنوب في اتجاه إحدى الولايات المجاورة. الكمية تتمثل في عدد 4000 علبة ذات 250 جرام معسل، القيمة 16,000 دينار. كذلك عدد 92,500 علبة سجائر أجنبية المصدر طبعا، قدرة القيمة 280,250 دينار. إذن تجي القيمة الجملية للمحضر 296,000 دينار، مع طبعا حجز الشاحنة الثقيلة تقدر قيمتها ب 30,000 دينار لأنها شاحنة مستعملة ومعدة للتهريب. للأمن أوجه عديدة، والأمن البيئي يبقى حق لكل مواطن تونسي، لكن المصبات العشوائية بمدينة القيروان أصبحت تهدد هذا الحق، بل وتنذر بحدوث كارثة صحية تستهدف المتساكنين بعدد من المناطق. فضلات وأوساخ تكدست، روائح كريهة تنبعث منها، وجحافل من الذباب والباعوض وكذلك الديدان اكتسحت المكان. هكذا هي حال النقاط السوداء لرمي الفضلات في مدينة القيروان. ناموس برشا كلالنا الحمنا، والله العظيم شوفوا لنا حل خير. نحن شكينا 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 وشي ما اكثر فيهم شي، زباب الروايح وشويشه ناموس برشا. ناموس والوشوشه حالتي ولت رثني، كي انا كل كلام سهله سهله صدر لك اليوم تهرب من الوشوش ومن الناموس. تراكتور نتاع البلديه ما يجيناش هنا، لو كان زيد تراكتور العباد ما تصبش هنا. سكان الاحياء المحاذيه لهذه المصبات العشوائيه ذاقوا ذرعا من الوضع البيئي المتدهور والذي بات يهدد صحتهم وصحه ابنائهم. زبله ذي قلقت مرضتنا، مرضتنا صغارنا، ديارنا اخزر الهاني، من انا وحده من الناس انا داري مني للمصب، دودك قدك هذاك تمشي خالته للدار، دودك قدك عليه ليه يا رسول الله؟ رئيس البلديه كل يوم يتعدى من هنا ويري فيها الزبل، عليه ما يعملناش حل. رئيس نيابة الخصوصية لبلدية القيروان أرجع أسباب تفشي النقاط السوداء إلى قلة التجهيزات وغياب القوانين الردعية ثم قلة وعي المواطن. مع التوسع العمراني فما نقص في الإمكانيات البشرية والمادية. المشكلة الأخرى هي النقاط السوداء الأراضي المهملة، الأراضي الكبيرة الشاسعة واللي فيها معناها نلقاو معناها إشكاليات في الرفع نتاعها. الردع ضروري، وإحنا كما تعرفوا معناها صدر قانون أفريل 2016 معناها فيه معناها عقوبات صارمة معناها في مجال النظافة وحفظ الصحة والعناية بالبيئة، ولكن معناها بالنسبة للقانون هذا لحد الوقت الحاضر مازال ما تمش التفعيل نتاعو. مع غياب استراتيجية واضحة للقضاء على النقاط السوداء لرمي الفضلات، فإن الوضع البيئي ينذر بتفشي أمراض تهدد حياة الإنسان. وفي مدنين تتسبب أحد المصانع في تلوث الهواء بالمنطقة، السكان وإن اشتكوا من هذا التلوث فإنهم أيضا طالبوا بإيجاد حلول دون المساس بمواطن شغلهم التي يضمنها هذا المصنع. متساكنو منطقة جميلة من معتمدية بن قردان وبالتحديد على مستوى طريق راس جدير يشتكون من الروائح المنبعثة من مصنعيتهن لما سببته لهم من إزعاج، مطالبين بالتقليل من حدة هذه الروائح من أصحاب المصنعين. احنا متشاكين المعمل هذا نتاع المعمل التنها الريحه قلقتنا، وعندنا صغارنا احنا متملحين، واحنا متملحين في الصيف الصيف مسكرين روحنا ما نخرجوش. احنا هذه تو نعانوا فيها لنا برشا ناس مرضت، صغارنا معناها في الناس متمتع بالهواء النقي وحنا معناها فهمتني ولا محرومين من هالهواء. لقيتنا تنجيبوا طعام بناكلو ما نجموش ناكلو، ريحه مكرفه بصراحه. أصحاب المصنعين من جانبهما رد على هذه التشكيات. إحناش حتى روايح منبعثة منها، خاطر أنا حريص كل الحرص، أهم نقطة عندي هي الأمور الصحية قبل كل شيء. وبالنسبة للنفايات نتاعنا إحنا نصرفوا فيها في المصبات البلدية، وعندي ستاسيون هنا كتي نتاع تريتمون ديزو يعني معالجة المياه،
الشيء اللي يخلي المياه كلها تخرج كلها نظيفة. صحيح ثم ساعات تنطلق بعض الروائح، هذا شأننا شأن كل المعامل أمتع تصبير التن، وبنحاول بكل الإمكانيات وإن نتفادوا كل المشاكل مع عابري الطريق ومع الجيران ومع كذا. السلطة المحلية بدورها اتخذت إجراءات للتحقق من مدى صحة انبعاث هذه الروائح بالمنطقة. تخرج لهم الترتيب ومن خلال التقرير الإداري اللي يرد علينا سيتم الاتخاذ الإجراءات حتى لكان وصل الأمر إلى غلق المؤسسة، لأن نحن كما ذكرت لك الأساس هي سلامة المواطن. وفي انتظار ما سيصدره التقرير، فإنه هناك حرص من السكان على عدم المساس بمواطن الشغلة التي توفرها هذه المصانع للجهة، وكذلك حرص من هؤلاء المستثمرين على اتباع الجوانب البيئية والصحية وتوفير الراحة للمتساكنين. النظافة سلوك يومي وعقلية، ذلك ما أبرزته حملة النظافة التي شملت أحد شواطئ جوهرة الساحل سوسة، والتي أظهرت أن التونسي لا يتوانى في التطوع خدمة لبلده. بشاطئ أبو جعفر تجند الكبار والصغار لتنظيف الرمال وجمع الأوساخ حتى يتمتع المصطفون بالراحة والاستجمام. شط موسخ ياسر، ناس يجيو من برا يرموا وين يجيو. خلينيه نظيف على خاطر نحنا نحبوا نحب الشط يبقى نظيف ديما، ومنحبوش حتى واحد يحط البوبيله فيه. بحرنا ومروحين، علمنا ربي نحط الوسخ في سطل البوبيل باش نحافظوا على النظافه تاع البلاد. هي بادرة قام بها موظف إحدى البنوك ببلادنا تعزيزا لروح المشاركة الوطنية والعمل من أجل تحسين المجتمع وخدمة احتياجاته. العام الثاني يقوم به وفي عدة شواطئ في تونس عملنا وقمنا بنفس المبادرة هنا في سوسة في شهر سبتمبر، وتوا في أوت قمنا بالمبادرة الثانية. هي بالأساس حملة تحسيسية لنشر ثقافة التوعية البيئية في مجتمعنا. هي عملية لتحسيس الموظفين وقربهم للمحيط نتاعهم وللمنطقه نتاعهم والمساهمه في العمل الجمعياتي والعمل معناتها كما نقولوا احنا السوسيال معناتها الاجتماعي. جينا عملناه ونظفنا البحر ونجحت العملية بالكدا، شارك فيها حتى العباد اللي قاعده تعوم وكل شيء، دونك عاودناها السنه جات البنكه كامله من تونس من البلايس كل. فالنظافة سلوك يتعلمه الأطفال وهم يلعبون، يقوم به الكبار وتتنقله الأجيال. نحب نشجع الأمهات الكل والوالدين يعلموا صغارهم النظافة، خاصة أكثر في الصيف وكليك نظافة الشط بصراحة حاجة لازمة برشا. أكثر الناس تقعد وكليك نورمال ممكن الواحد يقعد يلم الوسخ نتاعو باش كي يجي غيره يقعد وين يقعد، وباش نحافظوا على شواطئنا تبدا مزيانة هكا حتى نوصلوا الرسالة ليزيترونجي معناها الأجانب كيف يجيو يشوفوا شطنا نظيف يتشجعوا يجيو يجينوا السواح وتقعد بلادنا ديما هكا نظيفة ومزيانة. تظاهرة تحسيسية ذات أبعاد بيئية اجتماعية تجسدت في حملة نظافة بشاطئ أبو جعفر القلب النابض لمدينة سوسة. تنمويا الآن، وتطلع الجالية التونسية بالخارج بدور هام في النهوض بالتنمية والاقتصاد بتونس، لكن مساهمتها الاقتصادية غالبا ما تصطدم بعديد العقبات. مثال ذلك هذا النموذج لأحد المستثمرين بولاية تطاوين والذي أعاقه إشكال قانوني عن استكمال مشروعه الفلاحي. هذه المنطقة إلى وقت غير بعيد أرض جرداء لا تكسوها إلا الحجارة، مهملة لا قيمة لها، تحولت إلى هذه الصورة لما أنجز عليها المهاجر المقيم بالخارج مختار مشروعا فلاحيا بجهد ذاتي حول اليابس إلى أخضر. غرس فيها حدود 2000 شجرة زيتون وثم حدود 1700 عود أحمر، معناتها مخلطة بين خوخ ومشماش وأشجار مثمرة ثانية. وبديت معناتها في الأشغال كما تعرف في البداية ديما ثم معناتها صعوبات بحكم الأرض، يعني أرض مش مخدومة كومبليتمون وأرض هنا معناتها الحرش وعرة شوية. مشروع فلاحي انطلق به أولا مختار في هذه المنطقة لينسج على منواله مستثمرون آخرون سرعان ما هجروا المنطقة حين لم يجدوا من يقف إلى جانبهم. وقت اللي بديت معناتها بديت هنا أول مرة واخذت الأرض هذه، يعني برشا ناس يقولوا نورمال كي غيره، ثم برشا جاوا وخذوا كل شيء وحط لك فيها شويه فلوس وفي الاخر مشى لان الصعوبات هذيك ما نجمش يواصل. نفس هذه كنت نسمع فيه الكلام هذا، مي اصريت.
صعوبة الوصول إلى مشروعه عمقه إشكال قانوني تعلق بغلق أقرب مسلك فلاحي يوصله إلى ضيعته، وطريق أخرى وعرة صخرية أتلفت وسائل نقل له وللمجاورين له. مشكل المسالك الفلاحية بالأساس هي مشكل تنجم تقول معناتها كل المستثمرين اللي عندهم معناتها سواني، لأن باش توصل انت السالم تاعك لازم تمشي طريق معناتها تروح من 5 كيلومتر 6 كيلومتر كلها طريق بيست وطريق وعرة. قالوا في 2016 يعني 100% وعد 2016 بريسك أكمل، احنا معناتها في النص نتاعو وما ثمش معناتها حتى حاجة جديدة في الموضوع هذا. في ولاية تطاوين عينة من مشاريع فلاحية أقامها مستثمرون مقيمون بالخارج ينتظرون لفتة حقيقية لدعمهم والوقوف إلى جانبهم بتذليل الصعوبات التي هي أمامهم. نبقى في عالم الاستثمار، وثريا بوزيد امرأة من المنستير حفرت اسما لها في عالم النجارة، وهي حرفة يهيمن عليها الرجال ليس فقط في تونس بل في العالم بأسره. هذه المرأة تمكنت من تفجير طاقاتها الإبداعية، كما تمكنت من تطوير عملها وتشغيل الشباب. التحدي هو عنوانها الأبرز، والعمل ثم العمل مبدأها في الحياة. ثريا آمنت بمشروعها فطوعت نفسها له حتى أصبح طيعاً بين يديها ولم يعد حكراً على الرجل، فعرفت به وعرف بها بين أهالي بحجر وخارجها. المشروع متاعي صنصي للنجارة، للزارشيتكت، للدهانة، لأي إنسان عنده علاقة بالديكور من قريب ولا من بعيد. قلت أنا كيفاش ندخل في دومين كما هكا متاع كل النجارة وولاد وكل شيء، من بعد حسيته فن، ماهوش خدمة معناتها، حسيت فن أكثر من أنه أني خدمة معناتها. لازم كل يوم تبدع، كل يوم تجيب حاجة جديدة، كل يوم نحب الموتيفة اللي نخدمها ما عادش نعودها. تكوين مختص باعتماد الإعلامية مكنها من الوقوف على أسرار هذه المهنة التي ترى فيها فنا أعطته من روحها فأعطاها سمعة بين زبائنها. أني قارئ انفورماتيك اندستريال سيستمي اوتومات، عمي معناتها هو نجار وشافني معناتها قال لي ثريا انت راهو في دومينك المشروع هذايا وبوركو با اني نجار ونجم نعاونك. قلت له المرولة، قلت له ايه اوكي، مش مقتنع ياسر، لكن وقت اللي دخلت معناتها الانترنت وشفت الماكينه دي شنو نجم تعمل، شنو نجم اني نعمل بها، شنو نجم نضيف معناتها كل شيء جنسيست بيان. اما صدقني بعد ذهبها معناتها اللي باش نجمت نكمل حق الماكينه. يخدموا معايا ثلاثه تقني سامي في الصيانه الصناعيه مانتينونس اندستريال، يخدم معايا شاب نيفو باك، معايا واحد اخر متخرج من التكوين المهني نجاره وخشب معناتها نجاره، وتخدم معايا البنيه هذه اللي معايا تصور معايا معناتها مهندسه. قبل كنا نستنوا واحده كيما هذه تستناها اقل شيء ثلاثة ايام ولا 4 ايام، تو ما عادش تستنى، حكايه تصيف نص ساعه ساعه تهز ثلاثه. إيناس تكمل ثريا في الحياة وفي العمل أيضا على أنها شقيقتها ومهندسة الديكور بالورشة، كما أن بقية العاملين بها أشقاؤها وأقاربها تشجعهم دعوات والديها سندها في كل المراحل. نخدم للموديل متاعنا وثريا تلنسيها على الماكينة باش يخرج كما مطلوب. لا استغربنا في الأول وخفنا ياسر على ثريا، فخور بها ياسر والحمد لله. والله طموحي اول حاجه اني نحط المشروع هذا على السكه معناتها كما نقولوا احنا بالباهي، وبعد هيك فما زاد نحبوا نشاركوا في معارض، نحبوا نطلعوا لبرا، نحبوا نعرفوا بخدمتنا. على قصه غرام بالنقش على الخشب لا تنتهي، تختزل علاقه ثريا بعملها في مغامره ناجحه لم تعد البطوله فيها للرجال فقط. إلى عالم الثقافة الآن، وواقع القطاع الموسيقي بقفصة كان الحلقة الختامية ضمن فعاليات سلسلة اللقاءات الثقافية جسور التواصل التي تهدف إلى إيجاد الحلول الكفيلة للنهوض بالثقافة وبالفن بشكل عملي. بعث فروع محلية للمعهد الجهوي للموسيقى بمختلف مناطق ولاية قفصة ودعم الأنشطة الموسيقية بدور الثقافة والمدارس وتشجيع الاستثمار الخاص في هذا المجال مثلت أبرز مقترحات حلقات الحوار الجهوية حول الموسيقى. عملية دياغنوستيك أو تشخيص للواقع الموسيقي بجهة قفصة بالخصوص واقتراح للحلول للإشكاليات الموجودة
بحضور أكاديميين. تشخيص جهوي لواقع قطاع الموسيقى وطرح للحلول سيدرس لاحقا على المستوى الوطني لبناء استراتيجية ثقافية تشاركية. إذا كان ثم شراكات واتفاقيات مع مثلا المعهد العالي للفنون والحرف في القسم الموسيقى وغيرها من النوادي الخاصة وإلا إلى غير ذلك، نجم نعمل مشروع موسيقي ينهض بالموسيقى في الجهة ونجم يحسن في التكوين الموسيقي. الهدف أنه شنو أن نزيدوا معناها نقربوا أكثر للهواة وتكوينهم أكاديميا معناها حسب المناهج والطرق التعليمية الصحيحة. نحاولوا زادا نسهلوا للي يحب زادا ينتصب إلى حسابها الخاص في نادي أو في كونسيرفاتوار علاش لا، باش تولي فما حركية أكثر. تشخيص واقع الموسيقى اختتم حلقات الحوار جسور التواصل التي احتضنتها ولاية قفصة منذ جوان الماضي في مجالات ثقافية متعددة. المهرجان الصيفي بسيدي بوزيد اختلفت الآراء حول برمجته، ففيما اعتبرها البعض تلبي كافة الأذواق اعتبرها البعض الآخر لا ترتقي إلى مستوى تطلعات الجمهور الذي انتظر عروضا دولية. على غرار الدورات السابقة للمهرجان الصيفي بسيدي بوزيد، شهدت الدورة 36 عزوف عدد كبير من الجماهير لمتابعة مختلف الحفلات الفنية. مهرجان تباينت الآراء بشأن العروض المبرمجة لهذه الصائفة. بالنسبة للبرمجة نتاع مهرجان الصيفي نتاع سيدي بوزيد، ما فماش حاجة اكسبسيونيل، سهرات عادية ومتوسطة كان ما نقولوش ضعيفة. برامج السهرات اللي تعدوا كل الحق تحفونين، الناس كل عام تجو تنظم جو تحفون، ما ثمش مشاكل ما ثمش حس، وعملوا جو الناس كل الحق تحفون. نشوف انه البرامج نتاع المهرجان الصيفي بسيدي بوزيد يعني تقريب تشمل جميع الاذواق، يعني عدنا المسرح، الفن، الطرب، الفن الشعبي. حفلات ضعيفة ونقصة تنظيم، كنا نتصوروا باش يجيبونا أسماء أخرى مثلا كما سعد المجرد قالونا عليهم، بعد لا ميزانية ما كافتش وكل. مدير المهرجان الصيفي اعتبر أن ضعف ميزانية المهرجان مثل عائقا أمام هيئته لعدم قدرتها على برمجة عروض دولية ضخمة تلبي أذواق الجمهور. موارد مالية اللي هي محدودة اللي ما تجعلناش قادرين على استضافة فنانين كبار مثلا حسين الديك أو سعد المجرد اللي ممكن يستوعب كامل الميزانية دون أن ننجز مثل هذه العروض، وبالتالي حاولنا قدر إمكان الرجوع إلى ما هو متوفر في حدود إمكانياتنا. ميزانية المهرجان ما ضعيفة لأن الموارد هي ما تطورتش، عندنا منح قارة ما زادتش. تجدر الإشارة إلى أن مختلفة مهرجانات المعتمديات التابعة لولاية سيدي بوزيد تعاني بدورها ضعفا في الموارد المالية. ونختم النشرة بملحمة هوى الأوطان بجابس، عرض ثقافي يبرز تاريخ الزارات وأهم الحضارات التي عرفتها هذه المنطقة ضمن تظاهرة أيام الواحة. تحت شعار الواحة تنمية وفنون انتظمت بالزارات الدورة الأولى لأيام الواحة تظاهرة ثقافية أقيمت في إطار مشروع التصرف المستدام في المنظومات الواحية الممول من قبل البنك الدولي، وتميزت بتنوع عروضها الثقافية. باش نوعوا الشباب وهالي الزارات باش نعودوا يلهوا ويعتنوا أكثر بالواحة، بحث الزارات وعين الزارات المعروفة اللي استقرت عليها القبائل هذه من 3000 سنة تقريبا. ملحمة هوى الأوطان عمل ثقافي جمع بين فنون عديدة وعكس تجذر الزارات في عمق التاريخ وأمتع الحاضرين. ما حبيناش نعملوا الملاحم الكلاسيكية اللي فيها نجع وبيوت واحد، حبينا نمشوا أعمق للرومان 3000 سنة ثاني، لأن تعدت الرومان على المدينة الزارات. عجبتني الخيل، عجبني التنظيم، وخاصة معنا يحكي على ماضي قديم وحديث، معناها عجبني الواقع. باش نعيشوا من غير تراث ما نقدرش نعيشوا، يلزمنا نحافظوا على تراثنا ولا اصلنا ولا دينتنا وكل شيء. هذه ملحمة تاريخية، أول حاجة تبين تاريخ البلاد اللي ممكن برشا عباد ما تعرفهاش، فهمتني؟ فما بلدان زاخرة ما شاء الله وتاريخها كبير، أما تاريخها كان مغمور الناس ما تعرفهاش. تويكا هذايا جي فضاء وجي جد معناها الفرصة أن نبينوا تاريخ الزارات. أيام الواحة التي نظمتها جمعية أحباء دار شباب الزارات والمكتب المحلي للمصائف والجولات جاءت تكريما للشاعر أحمد اللغماني. نصل إلى ختام النشرة، وإليكم تذكيرا بأبرز عناوينها. الهيكلة والأولويات في صدارة جدول المشاورات بشأن حكومة الوحدة الوطنية في يومها الثالث.
مشهد بيئي في عديد الجهات يعمق معاناة الأهالي ويهدد بانتشار الأوبئة. تظاهرة أيام الواحة ملحمة هوى الأوطان عرض عكس تجذر زارات في عمق تاريخها. في الختام إليكم مني أجمل تحية، إلى اللقاء.